نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل المحاضرات بتاعتنا الخاصة بمادة الكمبيوتر نيتورك. طبعا احنا المحاضرة اللي فاتت شرحنا فيها الموديل بتاع الاو اس اي موديل، واتكلمنا على ان الاو اس اي موديل ده بيتكون من 7 لايرز، واتكلمنا عن كل لاير بالتفصيل، وقلنا ان طبعا اللاير ديت ايه معناها في الواقع. يعني مش ما اكتفيناش ان احنا نشرح فانكشن وخلاص، لا قلنا ده معناه ايه. يعني اتكلمنا لما جينا مثلا قلنا على الابليكيشن لاير، هي اللي هي بتقدم الخدمات، اللي هي المفروض الطبقة الخاصة بتقديم الخدمات للشبكة. فتقديم الخدمات دي زي ايه؟ زي انك انت مثلا ما بتيجي تكتب مثلا على اليو ار ال بتاعك، بتطلب سيرفر معين، بتكتب www.google.com، فهو دي بداية الاحتكاك مع الابليكيشن لاير، انها بتطلب لك هذه الايه الخدمة. وبعدين انتقلنا على البرزنتيشن لاير، اللي هو المفروض ان هو بيحول السيرفيسز المطلوبة اللي طلبها الابليكيشن لاير دي الى كودز، وممكن يعمل عملية كومبريشن، ممكن يعمل عملية انكريبشن. وبعد كده اتكلمنا على السيشن لاير، ان هي تنظيم الجلسة بتاعتك، اللي هي تعتبر اللاير الخاصة بالجلسة. وبعد كده قلنا اللي بعد كده الترانسبورت لاير، اللي هو اهم لاير موجود عندنا، اللي هي اللاير ديت اللي هي خاصة بنقل البيانات بتاعتنا، فهي بتعمل عملية سيجمنتيشن، انها بتقسم الداتا لمجموعة من السيجمنت، وبالتالي انك انت تقدر تنقلها من خلال الشبكة بتاعتك. بعد كده انتقلنا للنتورك لاير، قلنا ان النتورك لاير دي مختصة لو انت بتنقل الداتا بتاعتك الى شبكة اخرى، فبيبقى الجهاز اللي موجود فيها اللي هو الراوتر. انتقلنا بعد كده للداتا لينك لاير، اللي هي بتمثل لو انا النقل الداتا داخل نفس الشبكة بتاعتي. طبعا الداتا طبعا اتقسمت، كل ده كل اتقسمت في النتورك لاير بقى اسمها باكيت، في الداتا لينك بقى اسمها فريمز، وفي الاخر بعد كده الفيزيكال لاير، اللي هي بتبقى فيها مجموعة من البيتس، المفروض ان هي بتحول هذه البيتس لحاجة او اشارة مناسبة لنوع الكيبل اللي هتنقل عليه. يعني لو هي هتنقل عبر اوبتيكال فايبر يبقى او هتحوله لايت سيجنال، لو هي هتنقل عبر كابلات نحاس يبقى هتحول البيتس الالكتريكال سيجنال، لو هي هتنقل في الهواء يبقى هتحوله الالكترومagnetic ويفز. كل ده في الفيزيكال لير. العمليات العكسية بتتم بقى الناحية التانية عند الريسيفر. الكلام ده كله شرحناه بالايه بالتفصيل في المحاضرة اللي فاتت. طيب في بقى الجزئية اللي ما كناش تطرقنا ليها، هي الادريسز. طبعا يعني احنا قلنا ان كل لما بنبدأ في الترانسبورت لاير بنبدأ نقسم الداتا بتاعتنا لمجموعة من السيجمنت، المفروض بيحصل في انكابسوليشن، بيحصل يعني ايه عملية تغليف، تغليف للداتا، انك انا بحط هيدر، الهيدر دوت راس للايه للبيانات بتاعتي. ليه؟ عشان يعرفني انا رايح فين. يعني انت دلوقتي لما بتيجي تحمل بيانات معينة او بتنقل داتا معينة، لازم عشان تيجي تنقلها تبقى عارف انت بتنقلها فين، رايح فين، فلازم تبقى عارف العنوان اللي انت رايح عليه، تمام كده. طيب يبقى في عندك في الهيدر بتاعك بيبقى في السورس والديستنيشن ادرس، يعني سورس ادرس والديستنيشن ادرس. طبعا بيختلف بقى في النيتورك لاير، السورس ادرس والديستنيشن ادرس ادرس معين، في الداتا لينك لاير في السورس ادرس والديستنيشن ادرس اللي انت ضايفه بيبقى ادرس معين ليه مسمى معين، تمام كده. يعني في اللايرز بتختلف الايه المسميات. فهذا من هذا تلاقي ان الادريسز عندك انواع، في فيزيكال ادريسز هنعرف يعني ايه، لوجيكال ادريسز، بورت ادريسز، سبيسيفيك ادريسز. يبقى دي انواع العناوين اللي موجوده عندي، تمام. هناخد كل واحده كده بالايه بالتفصيل بتاعها. يبقى اول حاجه عندنا مين؟ الفيزيكال ادريس. ثانيه واحده. ساعات بيعلق في نقل في النقل من سلايد لسلايد، عارف مش اهو. يعني انا لما بس بفتح برنامج الفاست ستون بيعاكس معايا في الحاجات دي، فعشان كده دي واحدة بس مش راضي ينقل للسلايد التاني. بسم الله الرحمن الرحيم.
دي واحدة يا جماعة بس، لأن في مشكلة مش راضي ينقل السلايد التانية، مش عارف ليه. اهو ايوه. طب ثانية واحدة، دلوقتي بنقول عندنا الفيزيكال ادرس، وفي عندنا اللوجيكال ادرسز، وفي البورت ادرسز، وفي السبيسيفيك ادرسز. طيب الفيزيكال ادرسز دي اللي هي الجزء اللي خاص هنا، زي ما شايف حاططه لك في اللايرز اللي تحت. هو هنا راسم الرسمه بتاعه الايه، التي سي بي اوفر الاي بي، وحاطط على جنب السيفن لايرز الخاصين بالايه، بال الاو اس اي موديل. فطبعا الفيزيكال لاير يبقى هي دي ايه، الفيزيكال سوري الفيزيكال ادرس، هو موجود اهو عندي، بيتكلم ان هو في الداتا لينك لاير، هو اصلا موجود في الداتا لينك لاير، بس بما ان الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير لاير واحده في التي سي بي اوفر الاي بي، فده متواجد فيهم الفيزيكال ادرس. طيب بالنسبه لللوجيكال ادرس موجود فين؟ موجود في النتورك لاير. يبقى النتورك لاير هي النتورك لاير اللي موجوده عندك فين؟ في التي سي بي اوفر اي بي، ما اختلفناش فيها. طيب وكاتب جنبيها اي بي، الاي بي اللي هو يبقى اللوجيكال ادرس بقى هعرف منه اللي هو الايه، الاي بي ادرس. ناس كتير طبعا سمعت عن الاي بي ادرس، يعني اي جهاز ليه اي بي ادرس. الاي بي ادرس ده بيتكتب يا جماعه، بيبقى زي كده بتلاقي ايه، اربع ارقام جنب بعض بيفصل ما بينهم وبين بعض دوت، تلاقي ارقام كده مكتوبه جنب بعضها، الفاصل ما بينهم بيبقى ايه، يعني يقول لك 192 دوت مش عارف 168 دوت 1 دوت 1، الرقم بالشكل ده هو ده اسمه ايه، العنوان اللي اسمه الاي بي ادرس. كل جهاز ليه اي بي ادرس خاص بيه، وطبعا الاي بي ادرس زي ما قلنا هنشرحها بالتفصيل قدام شويه، هنشرح الاي بي فيرجن 4. طيب وعندنا برضو في هنا في البورت ادرس ده فوق في الجزء بتاع الترانسبورت لاير، وخاص بالعمليات الابلكيشن لاير، ففي عندي ادرس اسمه السبيسيفيك ادرس. تاني بنكرر الأهمية بتاعة الأدرس إيه، عشان أعرف أنا رايح فين، أنا جاي منين ورايح فين. يعني لازم يبقى عندي الأدرس بتاعي بتاع السورس بتاع أنا، والعنوان اللي أنا رايح له، خدت بالك. فلو أنا في الداتا لينك لاير أنا اللي معايا الفيزيكال أدرس، لو أنا في النتورك لاير شغال في النتورك لاير معايا الإيه، الأي بي أدرس. تمام، أهم أدرسز لازم تعرف الفرق بينهم هي الفيزيكال أدرسز واللوجيكال ادريسز، اهم اتنين. تمام، لو انا في الترانسبورت لاير الادريسز اللي انا مستخدمها البورت في اللايرز اللي فوق الخاصه بالابلكيشنز لاير وما وغيرها، يعني اللي هي الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن، دول خاصين بالسبيسيفيك ادريس. طب نرجع تاني الفيزيكال ادريس، ايه الفرق بقى بين الفيزيكال ادريس واللوجيكال ادريس؟ الفيزيكال ادرس هي بتمثل حاجه اسمها الماك ادرس، وطبعا تلاقي ناس كتير سمعت عنها. يبقى الفيزيكال ادرس هي الماك ادرس، والماك ادرس دي برضو دي ثابته للجهاز بتاعك، يعني ماك اسمها الماك ادرس. اللوجيكال ادرس هي بتمثل الاي بي، التو ادرس ده المفروض يبقى الجهاز عندك ليه الماك ادرس بتاعه والاي بي ادرس بتاعه. المحاضره اللي فاتت احنا قلنا الفرق بينهم كده في عجاله، هو الفرق بسيط قوي. الفرق ان الفيزيكال ادرس ده عامل زي ايه، زي حاجه المحليه، انت جوه اللوكال يعني الشبكه بتاعتك، انت داخل نفس الشبكه، فانت بتتعامل مع الفيزيكال ادرس اللي هو الماك ادرس. طب انت خرجت من الشبكه دي لشبكه تانية، يبقى التعامل مع مين، مع الاي بي ادرس. تمام، يبقى انا لو داخل نفس الشبكه التعامل مع الماك ادرس، لو انا خرجت لشبكه تانية يبقى التعامل مع الاي بي ادرس. مثال يعني حاجه عشان تقرب لك المعنى، الماك ادرس ده عامل زي ايه، زي الرقم القومي، انت طول ما انت جوه مصر ماشي بالرقم القومي، طول ما انت جوه بلدك ماشي بالرقم القومي، هو اللي معرفك لاي حد، اي حد انت ماشي بيه في اي حته انت متواجد فيها انت معاك الرقم القومي. طب لما تيجي تنتقل من مصر لبلد تانية، هل في أهمية للرقم القومي، ولا المفروض إن الأهمية هتبقى لحاجة تانية اللي هو مين؟ اللي هو جواز السفر. فإنك انتقلت لبلد تانية هتبقى الإيه؟ المفروض اللي معاك يبقى هو مين؟ الإيه؟ الجواز السفر اللي هو الأي بي أدرس.
اللي هو مسال للاي بي ادرس. يعني انتقالك لشبكه تانية لازم يكون معاك الايه، التعامل مع الاي بي ادرس. داخل نفس الشبكه التعامل بيكون مع مين؟ مع الماك ادرس اللي هو بيمثل الفيزيكال ادرس اللي هو موجود داخل الداتا لينك. لان احنا قلنا ايه المحاضره اللي فاتت، قلنا ان الداتا لينك لاير هي اللي هي ايه، نقل الداتا داخل نفس الشبكه، انما النتورك لاير نقل الداتا من شبكه الى شبكه اخرى. احنا قلنا النتورك لاير هي ان انا هنقل لشبكه تانية، فهي دي اللي بتحتوي على ايه، على الاي بي ادريسز، اللي هي الاي بي ادريسز اللي هي عنوان السورس وعنوان الديستنيشن. الداتا لينك فيها عنوان السورس والديستنيشن بس الايه، الماك ادريس داخل نفس الايه، الشبكه. فدول اهم فرق، اهم حاجتين تبقى فاهم الفرق بينهم، اللي هما الفيزيكال ادريس واللوجيكال ايه، اللوجيكال ادريس. طيب عايز انقل بقى للسلايد الجايه. اهي، طب كويس انها نقلت اهي. في فيجر معين هنوريك الفيجر دوا. الفيزيكال ادرس 10 بيسند فريم. طب هو قال فريم ليه؟ لان هو بيتكلم اكيد على داتا لينك لاير، والداتا لينك لاير بيتكلم على البيانات اسمها فريم زي ما اتفقنا قبل كده. فبيقول لك فيزيكال ادرس، شوف بقى تعامل مع فيزيكال ادرس، فيزيكال ادرس رقم اسمه 10 رايح لفيزيكال ادرس اسمه 87. افهم من دي ايه؟ ان انا داخل نفس الشبكه اهو، باص توبولوجي لان، التو نود ار كونكتد باي لينك لان داخل لوكال اريا نتورك، يعني شبكه كده معموله، شبكه في مؤسسه معينه، شويه اجهزه متوصله ببعضها. طب واحد يقول لي هو الفيزيكال ادرس ده 10 راح الفيزيكال ادرس 87، هو الفيزيكال ادرس بيتكتب بالاسلوب ده؟ لا، الفيزيكال ادرس ليه طريقه في كتابته هقول لكم عليه، بس احنا بنرمز لرمز معين. يعني دلوقتي مش موضوعنا الفيزيكال ادرس بيتكتب ازاي، زي ما قلت لك اللوجيكال ادرس ليه طريقه في كتابته، اللي هو انا قلنا ان هما بيبقوا اربع ارقام مثلا جنب بعض. لو احنا بنتكلم على اي بي فيرجن 4، في فيرجن 6، احنا بنتكلم على اي بي فيرجن 4 فبيبقوا اربع ارقام جنب بعض فاصل ما بينهم دوت. انما بالنسبه للماك ادرس هيبقى زي ما هنعرف هيبقى ست ارقام جنب بعض وبيتفصل بينهم بنقطتين هقول عليه. فهو بيديك دلوقتي ان فيزيكال ادرس 10 مش بيتطرق الفيزيكال ادرس بيكون من ايه يعني، او زي ما هنشوف برضو الاي بي ادرس هيرمز ليه بحروف بدل ما يرمز ليه بايه، باربع ارقام، لان مش موضوعنا دلوقتي التعامل مع الايه، مع الماك ادرس ومحتواه ايه، هو الموضوع دلوقتي بس بيفهمك الفكره. فلو عندك فيزيكال ادرس 10 بيبعت لفيزيكال ادرس 87 في نفس الايه، الشبكه، هو بيقول لك از شوين، الحمد لله اتنقلت. فدلوقتي عندنا اهو، نبص كده مع بعض، عندي في بس الماوس تقيل جدا دلوقتي، عندي سندر وريسيفر، اللي هو السندر ناحية الشمال بيبعت لريسيفر ناحية اليمين. ففي السندر دوت ادي هنا انا عندي الطبقة اللي فوق اللي هي اللي طبعا هو مش مديك الطبقات اللي فوق كلها، هو مهتم بالطبقة الأساسية بتاعته اللي هي الداتا لينك، خدت بالك؟ ولو انت ده لو انا بتكلم على او اس اي موديل او داتا لينك وفيزيكال مع بعض يعني، تمام، لو احنا بنتكلم على تي سي بي اوفر اي بي. المهم انا دلوقتي في الداتا لينك مثلا لاير، ايه الرقمين اللي عندي 10 و87 دول اللي هم اللي المفروض عاملين انكابسوليشن للداتا؟ انت مغلفها بالرقمين دول، رقم بيمثل السورس ادرس ورقم بيمثل الديستنيشن ادرس، وزي ما ذكرنا اسمهم ايه، فيزيكال ادرس، واسمهم ايه العلمي، ماك ادرس. يبقى في ماك ادرس السورس 10 والديستنيشن كام، 87، دي داخل نفس الشبكه، يعني الاجهزه دي متوصله بشبكه واحده مش رايحه لشبكه تانية، خدت بالك؟ انا ما احتكتش مع دلوقتي مع لوجيكال ادرس مع اي بي هات، انا شغلي كله على الماك، الماكات، الماك ادرس. فلو جينا بصينا انا 10 87 هيجي هنا، المفروض ان الجهاز ده بيجي يمشي مثلا، هو هنا عامل ان الكونكشنز في صوره باص زي ما كان قايل لك في السؤال، باص توبولوجي. فهو بيروح للجهاز ده بيسأل ده رقم ده، انت الماك ادرس بتاعك 87، لا ده 28 فما ينفعش يدخل عليه، يبقى يمشي كده معاه هنا، انت الماك ادرس بتاعك الجهاز اللي بعد منه، انت الماك ادرس بتاعك 87، لا ده 53، بيقعد بقى يسأل الاجهزه، كل الاجهزه لحد ما وصل اهو، سأل الجهاز الاخير اهو، انت الماك ادرس 87، اه يبقى هو ده، يبقى يبعت له الداتا بتاعته. زي ما وضح امامنا
في الصورة بهذا الشكل، يبقى كده قدر ان هو لازم شايل الماك معاه. طب لو هو ما كانش معاك الماك ادرس ده كان هيروح ازاي لل 87؟ تمام. وفي نفس الوقت لازم بيبقى طول ما هو ماشي مع السورس ادرس والديستنيشن ادرس عشان يقدر يوصل للجهاز التاني. طبعا المثال ده بيوضح ان انا داخل نفس الشبكة، يعني انا في شبكة واحدة في لان واحد، عدد اللان هو مكتوب لان واحد بس. طب افرض ان انا عندي اكتر من لان، يبقى انا عندي كذا ايه اكتر من لان، يعني انا عندي ايه اكتر من شبكة. تعال نشوف مثال. قبل ما نشوف المثال اللي هو اكتر من لان، هو بيوضح لك الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، ان الفيزيكال ادرس او الماك ادرس بيتكون من 6 بايت. طبعا احنا عارفين ان البايت 8 بيتس، يعني كل بايت بيتمثل ب 8 بيتس، فهو بيقول لك مفصولين عن بعض، يعني كل بايت فيهم مفصول عن التانية بنقطتين فوق بعض زي ما هو مكتوب. يعني الرقم اللي مكتوب قدامي ده 07 01 02 01 2 سي 4 بي، ده كله على بعضه اسمه الماك ادرس. انا طبعا رحت رامز لك ليه برقم 10 رقم 48، ده مش اللي فات، دي كان اكزامبل عشان افهمك ايه اللي بيحصل. لكن مكونات الماك ادرس ايه؟ اهي، يعني المفروض هنا دول 12 هيكسا ديسيمال ديجيت، هو يعني موصفهم في صورة هيكسا ديسيمال، لو 2 ديجيت كده يعني دول هيكسا ديسيمال، لو انت ترجمتهم لباينري كل ديجيت بتحطه في 4 بيتس، فهتقدر انك يبقى 8، يبقى كل واحد منهم ممثل في 8 ايه بيتس. فانا حاططهم جنب بعض، هو الماوس مش بيساعدني، عايز اشاور لكم مش عارف، او يعني مثلا 07 ده هيكسا ديسيمال. طب الهيكسا ديسيمال دي تقدر تحولها لديسيمال هتبقى 8 بيتس، يبقى فعلا طبقة الكلام اللي احنا بنقوله. الزيرو ون دي برضو 8 بيتس، الزيرو اتنين دول 8 بيتس. واحد هيسأل سؤال، هي الارقام دي بتعني ايه؟ يعني فاهم ازاي؟ دي مش موضوعنا دلوقتي، يعني هو كل رقم ليه معناه. بس هقول لك حاجة، انت دلوقتي لما مثلا عندك في الجامعة ارقام القاعات، مش في رقم بيحدد لك الدور ورقم مكان القاعة، تمام كده؟ ده يعني مثال بسيط يعني عشان يوضح لك المعنى. فالارقام اللي بتتحط دايما في العناوين دايما يبقى كل رقم بيعني شيء، هما برضو في الشبكات بيعني شيء، يعني مثلا يعني واحد يعني الدولة، يعني رقم الجهاز، يعني مش عارف الاوبريتور، يعني حاجات ايه مختلفة. يعني كتفصيصة للماك ادرس موضوع كبير ومحتاج ايه تفصيص اكتر من كده شوية، بس اللي عليك بس انك تعرف ان هما 6 زي ما انت شايف كده، من 6 بايت، كل بايت فيهم بيمثل حاجة، فبتعرفك بالجهاز ده تقدر انك انت تعرف هو فين. فيعني زي مثلا مبنى فيه 5 ادوار، فبيدوا رقم للدور مثلا رقم 4، يبقى انت عرفت للدور الرابع. لما بقول لك انت حفر مثلا عندك المحاضرة في قاعة مش عارف 203، ففهمت انه في الدور الثاني، والقاعة الثالثة خدت بالك في 103، يبقى فهمت انه في الدور الاول في القاعة رقم 3، وهكذا. تمام. فهو ده نفس الكلام، بس هنا بقى في 6 حاجات، يعني في 6 تفصيصات. تمام. فده شكل الايه الماك ادرس، ده المطالب بس تبقى عارف ان هو بيتكون من كام، من 6 بايت بهذا الشكل. ماشي. دلوقتي عندي فيجر تاني هيبقى فيه 3 لانز. طب المثال اللي فات انا عايز اسال سؤال، المفروض ان هو وصل بباص، كان ممكن يوصل التوصيله بتاعه الاكزامبل اللي فات اللي انا شرحناها كان وصل بباص. طب لو وصل بستار، يعني وصل الاجهزه ببعضها بستار بوينت، كان ايه الجهاز المفروض اللي يستخدمه؟ مين؟ السويتش. مظبوط كده، صح، السويتش هيوصلهم ببعض، صح كده. طب بالنسبه بقى دلوقتي لو انا حاجه اتوصل بشبكات مختلفه هحتاج مع السويتش ايه؟ السويتش هيوصلني مثلا لو انا شغال ستار في كل شبكه هستخدم سويتش. طب ايه اللي الراوتر؟ الله ينور عليكم. طب تمام كده، يبقى الراوتر هو اللي ايه بيخليني اروح للشبكه التانيه. فهو بيقول لك اهو هنا في طبعا اوريك الشكل احسن عشان نشرح عليه، اهو زي ما انت شايفين كده هو عامل لك لان 1 ولان 2 ولان 3، 3 لان، تمام كده. كل بقى لان 1 متوصله بلان 2 عن طريق راوتر 1، لان 2 متوصله بلان 3 عن طريق راوتر 2. طب ايه اللي جوه لان 1؟ ممكن يبقى متوصل باص، متوصل ستار، وات ايفر، مش موضوعنا. لو هو متوصل ستار يبقى لازم بسويتش، لو موصل باص خلاص بكابل وخلاص على كده، تمام كده. طيب هنا الشغل الشاغل هيبقى طالما انا هتنقل
من شبكة لشبكة، ادي السندر فين؟ اللي فوق خالص ده السندر، اللي هو اللي فوق اهو، الحمد لله الماوس شاور عليه، اللي هو ده اللي فوق ده خالص ده السندر، والريسيفر هنا. طب هل هما في نفس الشبكة؟ هل هما في نفس الشبكة السندر والريسيفر في نفس الشبكة من قدامك؟ لا مش في نفس الشبكة. فالسندر لما يروح للريسيفر هيتعامل، ما ينفعش يتعامل مع الماك ادرس بس. معايا يا جماعة؟ ما ينفعش يتعامل مع مين؟ مع الماك ادرس، لازم هيتعامل مع مين كمان؟ مع الاي بي ادرس. يعني انت رايح من مصر مسافر على بقى دولة تانية، السعودية، ما ينفعش تمشي برقم القومي. تيجي في السعودية وانت داخل يقول لك ايه ده؟ انا مش وقت. لا لازم ايه؟ لازم تعمل جواز سفر. يبقى هنا محتاج مين؟ محتاج اللي هو الاي بي ادرس، عشان انت هتتنقل لشبكة تانية. طب في سؤال هيجي ممكن يكون بتفكر فيه، هو ازاي عرف، بيعرف ان انا في نفس الشبكة ولا في شبكة تانية؟ حد يقدر يجاوب على السؤال ده؟ يعني انا دلوقتي السندر اهو هيبعت للريسيفر، هو معاه عنوان، هيعرف منين ان الريسيفر ده في شبكة تانية؟ ها؟ يعني عرف منين انه في شبكة تانية؟ تفتكر؟ أكيد يا دكتور، لو في شبكة تانية هيبعت عن طريق الاي بي مش الماك. ايوه، يبقى عرف منين؟ عرف منين؟ مش هو معاه الاي بي؟ معاه الاي بي بتاع اللي هيروح له؟ المكان اللي هيروح له معاه الاي بي؟ يبقى نقولها بقى بشكل مظبوط، هو معاه الاي بي، فما بيبص على الاي بي بيعرف انا في نفس الشبكه ولا لا. طب ازاي؟ ده اللي هتعرفه لما ندرس الاي بي فيرجن 4. الاي بي قلنا بيتكون من اربع ارقام، الاي بي فيرجن 4. فالرقم الاول بيشوفه مثلا الاولاني لو مشابه ليه، مثلا انا بقولها لك بشكل بسيط يعني دلوقتي، يعني هو لو الاي بي بتاعه اول رقم على الشمال زي اول رقم على الشمال يقول لك اه يبقى انا في نفس الشبكه، لا مختلف يبقى عارف ان هو في شبكه تانيه. هيحتاج يخاطب مين؟ الراوتر بتاعه. معايا؟ دي بس حاجه بسيطه طبعا، لسه لما ناخد اي بي فيرجن 4 هنفهم الكلام ده بالتفصيل اكتر من كده. طيب يبقى الاساس بالنسبه لي هو الاي بي، مش الاساس بالنسبه لي الماك طبعا، بس الماك انا محتاجه، يعني الماكات دي محتاجها طبعا معايا، لكن الاي بي. طيب الاي بي ادرس هو رامز ليه بقى بالرمز؟ الاي بي ادرس رامز ليه بالرمز حروف. بص كده معايا، ادي في اللي عند السندر، ناخد بالنا، هو حاطط لك في النتورك لاير عامل انكابسوليشن، يعني ايه؟ مغلفها، حاطط 2 لتر، واحد لتر اسمه ايه وواحد بي فور بين، حاطط لتر ايه كابيتال هي وبي فور بين. هو الاي بي ادرس مش كده بس، هو مديله رمز بس، لكن هو بيتكون من ايه؟ زي ما قلنا، زي ما قلنا في الماك ادري، ماك ادريس هو مش رقم، هو مدي بس في السلايد عشان يشرح بس، مدي للماكات كانها ارقام ومدي للاي بي كانها حروف بس. لكن ايه بقى الاي بي بيتكون من ايه؟ ده موضوع تاني، اخر الترم هناخد الاي بي بالتفصيل بيتكون من ايه. ونفس فكره الماك، احنا بنقول مجموعه من الارقام ليه؟ رقم بيمثل مش عارف برضو الشبكه، رقم بيمثل مش عارف، يعني كل رقم ليه تفصيصته زي ما قلت لك الايه الدور والحاجات دي كلها، تمام. طيب فانا عندي دلوقتي ناخد بالنا ايه وبي، خلاص الجهاز ايه اللي هو الاي بي ادرس بتاع السورس، هو حاطط ايه و10 اهو، الاي دي ايه سلاش 10 اللي فوق دي، هو عامل ان الاي ده الاي بي ادرس بتاع السندر وال10 الماك ادرس بتاع السندر، تمام كده. هو عايز يروح لمين؟ عايز يروح للجهاز اللي تحت. الاي بي بتاعه كام؟ بي. الاي بي بيبص كده بي. هو واحد تاني برضو يسأل سؤال يقول له، طب هو عارف منين الاي بي بتاعه؟ هو رايح له بناء على الطلبات اللي جات له من مين؟ من الابليكيشن لاير. يعني مثلا انت دلوقتي لما بتيجي تدخل، مثال يعني عشان برضو نقرب، انت لما بتيجي بتكتب في اليو ار ال بتاعك موقع، خلاص احنا قلنا ان الموقع ده فيه بروتوكول بيحوله الاي بي ادرس مش كده؟ طيب فهو اتحول الاي بي ادرس، فهو معاه الاي بي ادرس اللي عايز يروح له. معايا؟ فهو هنا عارف ان هو رايح للبي، فبقى معاه هو في النتورك لاير زي ما انتم شايفين كده، الاي هي الاي بي ادرس او اللوجيكال ادرس بتاعه السورس، والبي هي اللوجيكال ادرس او الاي بي ادرس بتاعه الديستنيشن. هيفضل ماسك فيهم كده طول ما هو ماشي، ما مش هيغيرهم. ليه؟ لان دول لو اتغيروا، يعني البي دي اتغيرت معاه، خدت بالك؟ يعني وهو ماشي بقى في طريقه لحد ما يوصل الديستنيشن، معاه السورس ادرس والديستنيشن ما بيتغيروش بتوع الاي بي اللي موجودين في النتورك لاير، وده اللي هنشوفه خلال الاكزامبل ده. يعني هيفضل محتفظ بيهم
طول سكته طول رحلته لحد ما يوصل. لازم يبقى العنوان ده محتفظ بيه، لازم الاي بي طالما رايح شبكة تانية، زي المثال اللي فات الماك لما كان ماشي في نفس الشبكة كان محتفظ بالماك ما اتغيرش. وهتلاقي هنا ان الماك ادرس بيتغير، الماك ادرس هتتغير لكن اللوجيكال ادرس ايه ثابته. هنشوف الكلام ده. احنا لما بنيجي ننزل تحت كده عند الداتا لينك معايا اهو اتضاف عليا على الداتا بتاعتي، والاي بي ادرس اتضاف عليه فيزيكال ادرس. نخلي بالنا عشان برضو الملحوظه دي انا ما كنتش اكدت عليها. المفروض في الداتا لينك لاير هي بتتكون من ايه يا جماعه؟ بتتكون من فريم. الفريم عباره عن الباكت اللي فوق منه هو واخد نفس الكلام اللي فوق منه وضايف عليه حاجه. يعني كل حاجه انت بتنزل من لير للير انت بتضيف حاجه، انا بتكلم من ناحيه السندر بتضيف حاجه على الكلام بتاعك. فهنا انت ضايف ايه؟ معاك الاي والبي ورحت ضايف عليهم حاجه اللي هم المين دول يا جماعه اللي هم 10 20 اللي هو الماك ادرس. طب انا معايا الماكات، طب واحد يسال سؤال هو ال10 دي بتاعت ايه؟ يعني ال10 دي بتاعت السندر ما فيهاش مشكله، الماك معاه، امال ال20 دي بتاعت مين؟ ها ال20 دي بتاعت ايه؟ خلي بالك هو دلوقتي عارف انه هيروح لشبكه تانية. مش انت عندك اللان في مجموعه من الاجهزه، انهي جهاز هو هيروح له في الاجهزه دي وليه؟ يعني احنا في اللان الاولاني اهو، انا هروح لانهي جهاز؟ انهي جهاز في لان 1؟ انا هخاطب انهي جهاز في لان 1 وليه؟ انترميديت سيستم يا دكتور اللي بعده على طول، هروح لجهاز اسمه ايه؟ انا بسأل على الجهاز. راوتر 1. براوتر 1. الله ينور عليك. يعني هو رايح للراوتر، عارف منين انه رايح للراوتر؟ هو مبلغ من قبل كده انا رايح لشبكة تانية، فعارف في الشبكة بتاعتي دي في راوتر هو اللي هروح اخاطب من الاجهزة. ماليش دعوة باجهزة، معايا اجهزة كمبيوتر قد كده انا ماليش دعوة بيهم، انا رايح ايه على شبكة تانية. فيبقى خطابي مع مين؟ مع الراوتر. هجيب مين؟ هقدر اجيب الماك ادرس بتاع الراوتر. في طريقة، في بروتوكول اسمه ارب بيحول الاي بي للايه؟ للماك ادرس. فهو اصلا اوريدي الراوتر ده من ضمن الاعدادات بتاعته في حاجة اسمها الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي ده هو فيه الايه؟ الاي بي ادرس. انت هتحول الرقم ده للمين؟ للماك ادرس بتاعه. تمام؟ فهو الماك ادرس بتاعه اللي هو 20، هو يبقى عارف ان هيقدر يعرف ان هو 20، هو ده اللي عايز يوصله. يبقى ملوش دعوه باي جهاز، هيمشي زي الخطوات بتاعت الاكزامبل اللي فات، عمال يدور على 20 اللي هو الراوتر لحد ما وصل للراوتر. الراوتر 1، راوتر رقم 1، ماشي؟ فراوتر رقم 1 هو مبين لك اهو. الاف ده الاي بي، ماليش دعوه بالاي بي، انا ليا دعوه بالماك لان انا داخل اللان، انا ليا دعوه ان انا اوصل له اللي هو الماك بتاعه اللي هو ال 20. وصلت للماك بتاعه اهو، مشيت لحد ما وصلت للماك بتاعك اللي هو انت زي ما انت شايف كده 10 و20، يبقى انت وصلت للراوتر 1. طب هينتقل من انت انبوت للراوتر، بعدين تخرج من الراوتر كانك ايه؟ هتبقى اوتبوت عشان داخل على اللان التاني. دي عن طريق حاجه بسيطه قوي، يعني ايه برضو؟ خدها داتا معاك كده، معلومات ليك، حاجه اسمها راوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ده هو اللي بيحدد لك انت ايه الماك ادرس، بيجيب لك الماك ادرس اللي هي 99 اللي انت بادئ بيها دي. يعني واحد يقول لي طب ال 99 دي الماك اللي هو هيمشي بيها، مش هو كده خد ماك ادرس 99؟ تمام؟ فالماك ادرس اللي هو واخدها دي هي دي اللي ايه؟ اللي هي ايه يمشي بيها ورايح لمين؟ هو دخل جوه اللان هنا جوه، معاه بقى الاي والبي، معاه الاي والبي اللي هما مين يا جماعه؟ الاي بي هات، معاه الاي بي هات بتاع الاي بي معاه موجوده، صح؟ يعني ماشي بالاي بي محتفظ بيها زي ما انا بقول لك. يعني انت دلوقتي رايح عايز تسافر الايه؟ السعوديه، فرحت كانك الراوتر ده المطار. فالاول ما رحت المطار بتاع القاهره اهو، بدات في مطار القاهره، يعني بدايه الدخول على الراوتر. خرجت من مطار القاهره سافرت اهو رحت للسعوديه، يبقى انت خارج من مطار الايه؟ السعوديه، يبقى كانك خارج من الراوتر. ده خروج من الراوتر، فواخد مين؟ الجواز السفر ثابت معاك، لكن هتاخد مين؟ ماكات جديدة. كأنك بتاخد بطايق جديدة، بطاقة جديدة بتاعت السعودية ومعاك جواز السفر بتاعك. جواز بقى السفر، البطاقة بتاعتك بتاعت مصر دي ارميها، مالكش دعوة بيها، مش عايزينها معانا. فأنت خدت أهو ماك جديد أهو اللي هو 99. خدته منين؟ عن طريق في حاجة اسمها الراوتنج تيبل هو اللي اداهولك.
ال 99 دي البدايه. طب هو هيعرف منين هيروح كاتب لك ل 33؟ برضه نفس السيكونس. هو دخل على، هو لما جه يبص على الاي بي هات بتاعته اللي معاه، لقى نفسه ان الاي بي اللي اسمه بي في شبكه تانية. عرفها منين؟ احنا قلنا ان الاي بي مجرد انه بيقرا الاي بي يعرف من خلاله ان هو فين، انه في شبكه تانية. فعرف ان هو هيخاطب مين وهو واقف جوه الشبكه. ايه الجهاز اللي يتخاطب معاه تاني؟ انهي جهاز؟ يعني في اللان التانية نفس الحركه، هيخاطب انهي جهاز؟ يعني عنده اجهزه كتير، هيخاطب انهي جهاز عشان يتنقل للشبكه لان تلاتة؟ هيخاطب مين؟ زي ما انتوا قلتوه، كان المره اللي فاتت خاطب راوتر 1، هيخاطب راوتر ايه؟ راوتر 2، عشان ينقله من لان 2 للان 3. مظبوط معايا ولا صعبه؟ الناس معايا في الحته دي؟ اه باشمهندسي، آه. واضحة ولا في حاجة مشكلة؟ طب تمام، لو في حد عنده مشكلة يسأل. فدلوقتي أنا عندي 99 أهو، ده الماك اللي خده من الراوتنج تيبل. وبعدين بالنسبة هو رايح فين، ال 33 ده خدها منين؟ هو عارف الأي بي أدرس، فتحولت عنده، عرف إن هو لسه عايز شبكة جديدة، فعرف إنه هيخاطب الراوتر. فالراوتر بيقول جيب لي بقى الايه، الماك ادرس بتاعي بتاع الراوتر. عرف الاي بي ادرس بتاع الراوتر عن طريق الديفولت جيت واي، جابه فحوله الماك ادرس عن طريق الاي ار بي. الاي ار بي اللي هو بروتوكول معين بيحول الاي بي هات لماك. فيبقى كده هو هيمشي في اللان التاني لحد ما يوصل لل 33 اهو. واخدين بالنا؟ خلي بالك هو هنا مبين ان هو لما جه وصل، انا برضو عايز اقول لك معلومه، اللي تحت منها النتورك لاير عمل دي كابسوليشن، يعني شال الايه التغليفه، يعني رمى بقى الايه الماك ادرس وماشي بالاي بي. ما اوعى يرمي الاي بي بتاعته، بيحتفظ بالاي بي زي ما انتم شايفين، الاي بي هات بتاعت السورس والديستنيشن معاه في سكته في رحلته. طيب دلوقتي هو في اللان دلوقتي اتنين، خلاص هينتقل للان تلاته عن طريق الايه، الراوتنج تيبل. هياخد مين الايه، هينتقل عشان ياخد يجيب الايه الماك ادرس الجديد اللي هو هيمشي بيه في الايه في اللان التالت. فخدوا اللي هو 66. حلو جدا. دلوقتي هو عايز بقى يشوف، يبص على الاي بي اللي معاه اللي عايز يوصل له، لقاه في نفس الشبكه اللي هو فيها، لقى في نفس الشبكه. حول لي بقى المرة دي، حول لي بقى للايه، للجهاز بقى اللي هو ايه، انا خلاص دلوقتي معايا الايه الاي بي، حوله لي الماك ادرس اللي هو هيحولها لك ل 95. مش بيخاطب الراوتر المرة دي، مفيش القصة بتاعت الديفولت جيت واي وان هو يروح للراوتر. فيبقى هو 95 ده جوه نفس اللان، هيفضل بقى ماشي في اللان التلاتة دي يدور على ال 95 ده لحد ما يلاقيه. بس لقاه نزل كده، راح بقى هنا معاه الاي بي ادرس اهو، فك بقى الاي بي هات، تخلص منها، دخل بالداتا بتاعته، وصل للجهاز بتاعه اللي هو الريسيفر، وانتهت القصه معاه وانتهت الرحله بوصوله سالما الى الاير ريسيفر بتاعه. معايا يا جماعه؟ فمهما يكون بقى من عندك من اكتر من شبكه، هو التعامل معاها بهذه الطريقه. يبقى لو انا بتعامل مع شبكه واحده، بتعامل مع الايه الفيزيكال ادرس اللي هو الماك. انما لو انا بتعامل ما ان السندر في شبكة والريسيفر في شبكة تانية، لازم بيحتفظ بمين؟ بالاي بي ادرس. واضح يا جماعة الكلام ده؟ في حد عنده مشاكل فيها الاكزامبل ده؟ يبقى انت تعرف في حالة لان واحد ايه اللي بيحصل، في حالة اكثر من شبكة ايه اللي بيحصل، يعني ده اللي انت مطالب بيه. بس دلوقتي انت الالغاز اللي في دماغك هو الماك بيتكون من ايه، الاي بي ادرس بيتكون من ايه، هي دي اللغز اللي انت ايه عايز تعرفه، على اساس انك انت عايز تفهم هو منين عرف ان من خلال قرايته للاي بي ادرس ان انا في شبكه تانية. خدت بالك الحاجات دي بتتطرق الى ذهنك مجرد بتقرا الاي بي؟ هو دي معلومه. انا دلوقتي جهاز بيخاطب جهاز، لما يجي يقرا الاي بي ادرس يقدر يعرف هو في نفس الشبكه ولا في شبكه تانية من خلال قرايه الاي بي ادرس، لان الاي بي ادرس هو المختص بالانتقال من شبكة إلى شبكة أخرى. معايا يا جماعة؟ تمام؟ طبعا الكلام ده أنت هتاخده في الباكت تريسر، يعني هتاخد الكلام ده عملي،
من خلال السوفت وير اللي هو الباكت تريسر، هتفهم هذا الكلام برضو اكتر وهتشوفه عملي، وهتلاقي ان احنا برضو نفس الكلام اللي قلناه ده هو بالظبط اللي انت ايه هتاخده في الجزء العملي بتاعك. ماشي؟ بيقول لك بقى في بقى مثال تاني برضو، لو عندك جهازين بيخاطبوا بعض خلال الانترنت فيا انترنت، سيندنج كمبيوتر از راننج 3 عمليات ات ذا تايم. يعني ايه؟ مثلا انا الجهاز بتاعي حضرتك ببعت لك مثلا داتا، ببعت لك ميل، ببعت لك ملف، مش عارف زي ما بنبعت ملفات كده بالواتس، ببعته لك على الواتس اب ويب مثلا ولا كذا، ففي بروسيس مختلفة انا بنعملها في نفس الوقت. ذا سيندنج كمبيوتر از راننج 3 بروسيس ات ذيس تايم ويز بورت ادريسز اي وبي وسي. احنا قلنا ان في حاجة اسمها البورت ادريس في كلامنا، قلنا في فيزيكال وفي لوجيكال وفي بورت ادريس، فالخاص بقى البورت ادريس هي خاصة بالعمليات بالبروسيسنج، العمليات اللي بتتم. ريسيفنج كمبيوتر عندك از راننج تو بروسيس ات ذيس تايم ويز بورت ادريس جي اند كي. يعني الريسيفنج بيران عمليتين في هذا الوقت ببورت ادرس معين، البورت ادرس جي وكي. طبعا هنا بيقول لك بروسيس ايه ان ذا سيندنج كمبيوتر نيد تو كوميونيكيت ويز بروسيس جي ان ذا ريسيفنج كمبيوتر. يعني هنا البروسيس ده عايز يخاطب البروسيس ده، طالما في بروسيس يبقى بتكلم على بورت ادرس. اول ما يقول لك عمليه تخاطب ما بين عمليات يبقى بنقول ان هو ايه اللي هو بنحتك بالايه بالبورت ادرس. تعال نشوف كده اهو، انا دلوقتي اهو عندي ادي ايه وبي وسي، ادي البروسيس دي عايزه تتنقل لجي وكي. هو الاي دلوقتي انا في عندي زي ما انت شايف البروسيس بتاعي في الاي اللي هو بتاع هنا عندي في الترانسبورت لاير، انا عملت انكابسوليشن بالبروسيس، البروسيس بتاعت السورس والبروسيس بتاعت الديستنيشن اللي انا عايز اوصل لها. يعني الاي عايزه توصل للجي، الاي اللي هي بتاعت السورس والجي بتاعت الاي ديستنيشن اللي هي البورت ادرس. لما جت نزلت على النتورك لاير خدت نفس الكلام دوا بس ضافت عليه الاي والبي، ضافت عليه الاي بي هات، خدت بالك؟ ضافت عليه الاي بي ادرس. لما نزلت للداتا لينك نفس الكلام بس ضافت عليه المكات، كتب لك اتش 2 ورايح دماغه. ليه؟ لان هو اللي همه دلوقتي انه عايز ينقل بروسيس، يعني اللي همه البورت ادرس دلوقتي. فمن خلال الانترنت راح للناحيه التانيه اهو، اول ما راح الناحيه التانية معاك كل حاجه في الداتا لينك لاير، يبدا يخلص نفسه من يبدا يشيل الماك ادرس، بيشيل يبقى بيعمل عمليه دي كابسوليشن، بيفك التغليفه في النتورك لاير معاه الاي بي ادرس. لما انتقل للترانسبورت لاير شال الايه الاي بي ادرس معاه الايه والجي محتفظ بيهم لحد ما وصل لمين؟ للريسيفر. ده اللي هو يعتبر البورت ادريسز، اللي هو ان انا بنقل بروسيس لبروسيس تانية من السندر للريسيفر. هذا يبقى ده نقل العمليات، عملية بعمل عملية بتتنقل العملية دي لجهاز الريسيفر ايه بتاعي. يبقى انا دلوقتي ايه اكزامبل اهو على البورت ادرس. يبقى الاكزامبل الاولاني اللي هو كان فيه لان واحدة كان دوت اكزامبل على الفيزيكال ادرس. الاكزامبل التاني ان انا عندي اكتر من لان كان على اللوجيكال ادرس. اكزامبل التالت ان انا بتعامل مع البروسيس كان على البورت ادريسز. تمام كده؟ وبرضو البورت ادريس ها اي هو يعني ايه البروسيس؟ مش فاهم حتة البروسيس دي قوي. العملية يعني بص بيقول لك راننج 3 بروسيس ات ذا تايم، بروسيس يعني عملية، ميل مثلا بينقل، بتبعت ميل لواحد صاحبك، بتبعت ملف، فدي اسمها بروسيس. فالبروسيس دي لما بتيجي بتتنقل، بتتنقل ازاي؟ عن طريق البورت ادريس العملية. يعني هو دلوقتي بس طبعا هو اصلا انت اللي فات انت دلوقتي ما قالكش انا بنقل البروسيس، يعني انت احتكاكك يعني دلوقتي كأنك باللير الاعلى اللي هي بداية من الابليكيشن، لان الابليكيشن بيطلب الخدمة وبعد كده بينقلها للبرزنتيشن والسيشن وبعدين الترانسبورت لاير يبدأ ينقل. فالترانسبورت لاير هو اللي معاه العملية اللي انت عايز تعملها دي. يعني العملية دي برضو ليها ادرس، نوع العملية اللي انت عايز تعملها دي ليها ايه ادرس، خدت بالك؟ ليها عنوان بس طريق برضو وليها طريقة كتابة برضو. يعني يعني فاهم ازاي؟ انا هقول لك اهي اهو، يعني مثلا طريقة كتابتها برضو اهي، البورت ادرس بتتكتب كده،
يعني ثلاث ارقام كده، زي البورت ادرس 16 بت، ادرس فيها 16 بت، هو هنا محولهم لمثلا لديسيمال، محول الرقم ال 16 بت دي لديسيمال. وهي المعنى مش يعني بنوصله بس بشكل ايه، مش متعمقين فيه، لان انا مش ايه، مش قايل لك مكونات الادرس، انا بس بفهمك ايه العمليه بتتم ازاي. يعني زي ما شرحنا الفيزيكال ادرس واللوجيكال ادرس ودلوقتي البورت ادرس، مش قايلين المكونات دي عباره عن ايه، خدت بالك؟ يعني مثلا فيزيكال ادرس قلنا عباره عن 6 حاجات، طب كل حاجه بترمز لايه؟ فده جزء كامل دراسة الماك ادرس. الاي بي ادرس عبارة عن 4 ارقام، هو ده اللي هندرسه في الكورس بتاعنا بعد كده قدام، فهو عبارة عن 4 ارقام بيفصل منهم دوت. ويمكن الاي بي ادرس في ناس كتير احتكت بيه، انتوا احتكيتوا بالاي بي ادرس مش كده؟ يعني ما حدش مثلا 192 مش عارف دوت، او دوت 168 دوت 1 دوت 1 مش كده؟ شفتوها كده في اليو ار ال بتاعت ناس تكتبها عشان توصل للاي بي ادرس بتاع الراوتر ولا وات ايفر بتاع اي حاجه. مش في ناس شافت الارقام دي قبل كده ولا اول مره تسمع عنها، اللي هي الاي بي ادرس؟ احتكينا بيها، اه احتكينا بيها في اعدادات الراوتر ولا اي حاجه حلو. بنعمل اكتيفيشن. لكن عارف ايه بقى الارقام دي بتعني ايه؟ في ناس بتكتب، اديت هنت عنهم بس مش واضح يعني، برضه لسه هي في لو واحد انترستد عايز يعني يسبق، في 5 محاضرات حاططهم على اليوتيوب على الاي بي فيرجن 4 كويسين جدا، وهم دول اللي هنديهم لو حد حابب يطلع عليهم. لكن احنا دلوقتي بس ايه، مدين معلومة بس عن ان في اي بي ادرس، ان الاي بي ادرس دي لو انت عايز ايه تنتقل من شبكة الى شبكة اخرى، الفيزيكال لو انت في نفس الايه الشبكة، البورت ادرس لو انت بتنقل بروسس ايه من سندر للريسيفر. دكتور. مش الكورس اللي حضرتك كنت شارحه قبل كده اه اللي هو الاي بي فيرجن 4. ده Lecture 7 تقريبا بادئ فيه؟ لا، هو انا منزل في كمبيوتر نتورك المحاضرات اللي انا منزلها في البلاي ليست بتاع الكمبيوتر نتورك، ده مش خاص بالاي بي، يعني ما شرحتش اي بي خالص غير في البلاي ليست اسمها اي بي لوحدها. انسى الجزء اللي انا فاز ده. ليكتشر 7 ما كانتش على الاي بي، انا عمال ليكتشر 7 دي كانت على تقريبا على المالتيبليكسنج، على حاجه زي كده واخد بالك. وفي ليكتشر عن السويتشنج كنت شرحتها السنه اللي فاتت، فهو ده اللي انا نزلته لكم، لقيتهم عندي فقلت انزلهم لا يضيعوا، نزلته لكم على الـ في الـ في البلاي ليست بتاعت الكمبيوتر نتورك. يعني يدخل على البلاي ليست بتاعت الكمبيوتر نتورك هيلاقي نازل 3 محاضرات، 7 و8 و9، ونزلت المحاضرة التانية اللي فاتت اللي احنا اديناها تمام كده. مشروح فيها المحاضرات دي لسه قد ايه، يعني الاي بي فيرجن 4 ده لسه هنديه بقى قدام شوية خلاص. المفروض بعد كده بقى يعني في الكورس بتاعنا احنا هنتعامل مع جزء في الفيزيكال لاير، لانه بيهم الطالب بتاع كوميونيكيشن. يعني ايه الفيزيكال لاير؟ يعني حضرتك دلوقتي زي ما انا قلت لك، انت في مجموعه من البيتس بتنقلها من السورس للديستنيشن مش كده؟ طب ال البيتس دي بتحولها الديجيتال، بتحوله لايه، السيجنال مناسبه للكيبل مش كده؟ طب انت بتحولها من ديجيتال لانالوج ليه اصلا؟ طب ما تخليها ديجيتال معايا؟ يعني ايه السبب؟ حد السبب انا بحاول بعد الانتنة بحولها لانالوج ليه. انتنا ايه، انا بقول الداتا، انا عندي السيجنال بتاعتي اللي طالعه عباره عن ديجيتال سيجنال اصفار وحايد، ليه بحولها في الكيبل مثلا بتاع الانالوج دي لان اصلا الشانل دي عبارة عن فلتر، تمام صح. بالنسبة للانالوج بيبقى البند بتاعها بيبقى ليميتد عن الديجيتال. ايوه انت سمعتها فين بقى دي؟ مسجل مشروع التخرج؟ لا يعني دي سمعتها مني ايه؟ بص حضرتك سيجنال وموبايل وبروسيس كتير. تمام يعني دي سمعتها مني بقى، تمام. فدي هناخدها بقى في يعني يمكن الليكتشر الجاية
هناخد الكلام ده، هناخد ايه الفرق يعني الديجيتال داتا ازاي بحولها لديجيتال سيجنال، هناخد السيجنال يعني الحاجات دي كلها. بس بقى مش هندخل في ديتيلز يعني، مش بندي محاضرات سيجنال، لكن الحاجات اللي مفيدة لطالب الكوميونيكيشن. يعني يمكن المحاضرة اللي جاية تبقى طويلة شوية، اللي هي في البدايات بتاعت السيجنال، خدت بالك؟ الحاجات بقى المهمة اللي تفهم السيجنال يعني ايه، والحاجات دي المعنى المعاني بتاعت السيجنال، مش هنتطرق بقى المعادلات وحاجات رياضية كتير وكلام من ده. يعني هو فكرة الكورس بتاعنا هو انك انت بتتعرف على الحاجة من دون التطرق الى الديتيلز والمعادلات الرياضية. يعني زي ما انت شايف كده، انا جيت ايه في الشرح ده قلت الاي بي ادرس، ما تطرقناش الاي بي ادرس بيتكون من ايه، تطرقنا الى ان العملية ايه اللي بيحصل، بعد كده هنتكلم ان ديتيلز عن الاي بي. خدت بالك؟ يعني هو هتلاقي الكورس في بتاعنا بيتطرق الى كونسبت او بيزكس. يعني المادة دي مهمة جدا ليك لو انت اهتميت بيها جامد، لانها بتديك معلومات كويسة جدا، بتديك الكونسبت او البيزكس المفروض انك انت تمشي ايه، تمشي عليه. طيب انا ممكن ابدا بداية كده طالما لسه معانا وقت، نبدا بداية. هو كده خلصنا الجزئية بتاعت الـ OSI موديل. انا عايز مثلا اعمل ايه يعني ايه التشيرنج ده اوقفه. طب دي واحدة، اوقف الفاست ستون بس كده. طيب المفروض ان احنا هندي جزء خاص بالداتا اند سيجنالز اللي هو شابتر 3، هو الكتاب بتاعنا اللي هو مكتوب اسمه فوق، اللي هو داتا كوميونيكيشن، داتا كوميونيكيشنز اند نتوركينج، اللي هو بتاع فورزان. الكتاب ده جميل جدا بالنسبه لطالب كوميونيكيشن، هو مدي البيزك كونسبت اللي يهم الناس الكتير بعيدا عن الخوض في المعادلات الكثير او الماثيماتيكال ايكويشنز. ف ده ميزه الكتاب بصراحه. فهنا لما نيجي في الشابتر ده داتا اند سيجنالز، واحد يجي يقول لك ده احنا هناخد كورس السيجنالز تاني، لا ده هو احنا بناخد الكونسبت والمعاني الهامه وراء الماده بتاعت الايه السيجنالز. طيب دي واحده كده. هو طبعا انا عايز انقل لايه السلايد كالعاده، عامله مشكله. طب اوقف. ايوه دي واحدة بس يا جماعة، أنا مش عارف ايه ده، بس تقيل جدا. اديني وقفت التسجيل تاني عشان انقل، وتقريبا التسجيل بتاع معرفش التسجيل بتاع ويبكس، بص هو بعت لي انه مش معرفش بقى اسجل ده ولا ايه، هيبان بعد ما نخلص، عشان كده انا ايه مش عايز اعتمد عليه. نيكست اهو. طيب تمام، افتح بس التسجيل بقى. الداتا تو بي ترانسميتد، عشان تنقل الداتا، الداتا لازم تتحول لالكترومagnetic سيجنالز، خلاص اشارات الكترومagnetic، بفرض ان لو السيجنال لو انت بتنقل مش عبر ايه واير، فلازم تحول الداتا بتاعتك اللي هي زيروز والوانز، البيانات دي ما تقدرش انك انت تنقلها از اتيز، فلازم تحولها لايه، لاشارات كهرومغناطيسيه. تمام كده. طيب فالداتا ممكن تكون انالوج او ممكن انها تكون ديجيتال، فممكن الداتا بتاعتك تكون انالوج او تكون ديجيتال. الترم انالوج داتا بيريفير للكونتينيوس سيجنال، سيجنال متعرفه عند اي لحظه. الديجيتال داتا هو كاتب ريفير تو انفورميشن ذات هاز ديسكريت ستيت، ليها حالات ديسكريت بس اتحولت لزيروز وانز، خلاص، او ديسكريت ستيت. هو كاتب ايه ديجيتال داتا، ان هي الديسكريت ستيت دي اللي هي حالات ديسكريت، بس الحالات الديسكريت دي هتتحول او الليفلز دي هتتحول لايه، لزيروز وانز. واحنا امبارح طبعا خدنا اتكلمنا على الكوانتايزيشن، اتكلمنا قبل كده عن السامبلينج، فانت الحته دي يمكن ايه مدركها شويه او ايه عارفها. فالجزء ده برضو انت هتلاقي نفسك كويس فيه. الداتا ممكن تبقى انالوج او ديجيتال، الانالوج داتا كونتينيوس اند تيك كونتينيوس فاليوز، الديجيتال داتا ليها ديسكريت ستيت
وبتاخد ديسكريت فاليوز. ديسكريت فاليوز فاليوز يعني ايه؟ الارتفاعات بتاعتها ايه؟ ديسكريت يعني الارتفاعات بتاعتها ايه؟ يعني محدده، بحيث ان الارتفاعات دي محدده ازاي؟ يعني معمول لها كوانتايزيشن عشان انت هتحولها بعد كده لاصفار وايه؟ زيروز وانز. طبعا هنا بيقول لك السيجنال كان بي انالوج اور ديجيتال، الانالوج سيجنال ليها انفاينايت نمبر اوف فاليوز ان ذا رينج، يعني الارتفاعات بتاعتها انفاينايت نمبر. خلي بالك في الانالوج سيجنال الاكس اكسس عند اي لحظه بيبقى في قيمه للسيجنال، ولو خدت قيم الارتفاعات دي كلها حطيتها في اكسل شيل هتلاقيها كونتينوس، هتلاقي عدد لا نهائي من الارقام. تمام. الديجيتال سيجنال ليها اونلي ليميتد نمبر اوف فاليوز. تمام. تعال بص اهو مثال الانالوج سيجنال اللي على الشمال اهي، لو انت بصيت كده على الاكس اكسس اي نقطه بتاخد الواي اكسس بتلاقي فيه ارتفاع للسيجنال. خدت الارتفاع، بص بقى الارتفاعات دي برضو عند الواي، خدت اسقطت القيم على الواي هتلاقي ايه؟ كونتينيوس برضو. يبقى فاهمين؟ انما في الانالوج في الديجيتال سيجنال ايه؟ ليفلز ثابت محدده، ارتفاعات ثابته. الارتفاعات ثابته اللي في الواي قد ايه؟ يعني مثلا ارتفاعات اهو هنا مثلا عندي مثلا باين 3 ليفل، كل ليفل مثلا همثله بزيروز وانز بعد كده. يبقى تمام، يبقى كل ليفلز من دول همثله بصفار ووحايد، يبقى قدرت ان انا امثل الداتا بتاعتي اللي هي بزيروز وانز، عبرت عن السيجنال، عبرت عن المعلومات اللي انا عايزها. تمام. ففي الداتا كوميونيكيشن بيقول لك ان احنا بنستخدم البريودك، يعني في الانالوج سيجنال بتكون في الغالب بريودك، والديجيتال سيجنال بتبقى في الغالب نون بريودك. وطبعا احنا عارفين ايه الفرق بين بريودك ونون بريودك، بريودك يعني بتتكرر ونون بريودك يعني ما بتتكررش. تمام. طبعا هو بقى بيبدأ معاك بس من الاول في السيجنال، الحاجات اللي انت عارفها يعني ايه الساين ويف، الويف لينث، التايم والفريكوانسي دومين، الكومبوزايت سيجنال، الباندويتس. في الاول خالص بيعرفك الساين ويف، ابسط اشاره ممكن تعرفها هي اشاره الساين ويف، وقلنا كتير ان هي الساين ويف دي عباره عن السنجل تون. سنجل تون يعني ايه؟ يعني نغمه واحده، يعني ليها عشان ليها تردد واحد. يعني لو شكل زي ده قلت لك احسب لي التردد بتاعه، انت التردد يعني ايه؟ يعني عدد الذبذبات في الثانيه، فعدد الذبذبات في الثانيه هتكون ايه؟ قيمه واحده. يبقى لو مثلنا الكلام ده في الفريكوانسي دومين هيتمثل بدلتا فانكشن، دلتا فانكشن يعني امبلس عند التردد اللي هو بتاع السيجنال وارتفاعه اللي هو الامبليتيود بتاعت السيجنال. يبقى هنا لو مثال عندنا طبعا احنا عندنا اللي مثلا بيقول لك هنا الباور بتاع القدره ان يور هاوس كان بي ريبريزنتد باي ساين ويف، يعني ممكن تمثلها بساين ويف. البيك امبليتيود بتاعتها 155 ل 170 فولت، يعني هي زي ساين ويف، يعني الكهرباء اللي عندك في البيت دي بتتمثل بساين ويف. البيك امبليتيود يعني لو انت برضو عايز تتخيل اشاره الساين، ممكن الاشاره الكهربائيه اللي موجوده في البيت اللي بتغذي لك الاجهزه بتاعتك فهي عباره عن ساين ويف. لكن الفولت الفعلي بتاعها هو البيك 155 ل 170، لكن الفعلي هو انت بتقسم على جذر 2 اللي هو من 110 ل 120. دي سيجنال سيجنال الكتريكال سيجنال ممثله الساين ويف واهميه الساين ايه؟ ويف كاشاره. طيب فهو بيميز لك بقى عشان برضك تفهم الفروقات بالسيجنال ويز هاي امبليتيود بيك امبليتيود وسيجنال ويز لو بيك امبليتيود. التو سيجنال دول زي بعض في كل حاجه بس مختلفين في الامبليتيود اللي هو بتاع السيجنال. يعني الساين ده ليهم نفس الفريكوانسي لكن ايه، وليهم نفس الفيز لكن الامبليتيود مختلف. الامبليتيود ده بيعبر عن الشده، يعني زي ما قلنا كده انت لو قلت مثلا الساين ويف قلنا ان احنا لو قلناها برضو كفيزيكال حاجه، فيزيكال حاجه طبيعيه عباره عن زي صفاره الحكم. طبعا صفاره الحكم دي بتدخل على السنسور بتتحول الكتريكال سيجنال بتبقى هي صوره الساين. فالساين بتاعتك دي لو النغمه ثابته، يعني زي ما انتوا عارفين النغمه بتاعتنا ثابته، طب لو كانت النغمه دي حصل فيها انها اتغيرت، يعني في النغمه بتاعتنا ايه ثابته، النغمه بتاعت صفاره الحكم لما يصفر بقوه شويه، لو جه صفر بقوه يبقى هيحصل ايه؟ هل النغمه اتغيرت؟ يعني هل التردد اتغير؟ لا، الامبليتيود هو اللي اتغير. لو صفر بصوت واطي شويه تمام يبقى النغمه هي، لكن اللي اختلف مين؟ الامبليتيود، القوه بتاعتها او الشده بتاعتها هي اللي اختلفت. معايا يا جماعه في الحته دي؟ طيب
بيقول لك برضك من ضمن السيجنال بيقول لك لو فولتج اوف باتري از كونستانت، كونستانت فاليو كان بي كونسيدرد از ساين ويف از وي ويل سي ليتر فور اكزامبل. طب دي خليها بعدين. الفريكوانسي والبيريود، ايه العلاقه بين الفريكوانسي والبيريود؟ برضو الكلام ده انت خدته قبل كده، ان العلاقه عكسيه ما بينهم، ان الاف بتساوي واحد على تي والتي بتساوي واحد على ايه؟ على اف. طب عشان عندي تو سيجنال اهو مختلفين في الفريكوانسي، يعني الاختلاف في الفريكوانسي. تمام كده، يعني التو سيجنال دول مختلفين في الفريكوانسي. عرفت؟ اخد 1 سكند كده اعد عدد السايكل في الثانيه الواحده، يعني اعد عدد السايكل اللي موجوده عندي في الثانيه الواحده، هو ده يديني الفريكوانسي بالهرتز. هنا انا عندي كام سايكل؟ لو هتعدهم هتلاقيهم 12 سايكل، يبقى بالتالي ان الفريكوانسي ب 12. هنا في عندي كام سايكل؟ 6. عدد الذبذبات اقل يعني الفريكوانسي اقل، فيبقى 6 هرتز. لو حد بيحسبها بالبيريود بيشوف البيريود، ان سايكل الواحده واخده قد ايه؟ كام سكند؟ دي ثانيه، يبقى السايكل الواحده واخده 1 على 12 سكند في اللي فوق، يبقى التي ب 1 على 12، يبقى بالتالي الاف مقلوبها يبقى هو ال 12. ممكن يجيبها بالطريقه دي. في الجزء اللي تحت التي البريودك تايم اللي بتتكرر بيه سوتس ثانيه، لان هم 6 سايكل في الثانيه، يبقى البيريود بكام؟ بسوتس سكند. يبقى لو جبنا الفريكونسي مقلوب الكلام ده يبقى 6 هرتز. كلام سهل يعني ومتعرف عليه. تمام. اليونت بتاعتنا بتاعت البيريود والفريكونسي طبعا السكند بالنسبه للبيريود او ملي سكند او مايكرو او نانو او بيكو، بالنسبه للفريكونسي بتبقى هرتز كيلو هرتز، بتزيد بقى ميجا جيجا تيرا. لازم الفريكونسي بتبقى عاليه، انما السكند بتبقى قليله. احنا مش هنحصل على 1000 سكند مثلا، نقول لك سيجنال بتكرر كل 1000 ثانيه 2000 ميجا ثانيه، لا، بتبقى بالحاجه الزمن بيبقى بالايه، بيبقى حاجات صغيره قوي. الفريكوانسي هي اللي بتبقى الترددات بتبقى عاليه جدا. معايا؟ اهو بيقول لك لو عندك فريكوانسي ب 60 هرتز يبقى التي بكام مقلوبها. الكلام ده كله الناس عارفاه. اكسبريس ا بيريد اوف 100 ملي سكند ان مايكرو سكند. لو الوحده بتاعتك ملي وعايز تحولها لمايكرو تعمل ايه؟ يعني 100 ملي سكند عايز تحولها لمايكرو سكند، 100 ملي سكند يعني 100 في 10 اس سالب 3، خلاص دي 100 مايكرو سكند كده بقت بالسكند، عايز احولها لمايكرو، كام مايكرو سكند اضرب في 10 اس ايه؟ لو انت هي بالمايكرو عايز تحولها للسكند بتضرب في 10 اس سالب 6، لو هي بالسكند عايز تحولها لمايكرو تضرب في 10 اس 6. طبعا كلام البيريود اوف سيجنال 100 ملي سكند، وات از اتس فريكونسي ان كيلو هرتز؟ يبقى حضرتك هتقلب الكلام ده، الواحد على ال 100 ملي سكند طلعت 10 هرتز. طب انا عايزها بالكيلو، عشان اجيبها بالكيلو اقسم على 1000. كلام سهل جدا. فالفريكونسي هي معدل التغير وذ ريسبكت تو تايم، يعني معدل التغير. طبعا لو في عدد الذبذبات كتير يبقى دوت هاي فريكونسي، عدد الذبذبات قليل يبقى ده ايه؟ لو فريكونسي. لو السيجنال ما اتغيرتش خالص يبقى الفريكونسي بزيرو، زي الدي سي سيجنال. تمام كده. الفيز ممكن بقى نبدأ في الفيز المرة الجاية بقى، يبقى نبدأ في الفيز على أساس إن أنا ما أطولش عليكم. إيه مع إيه المفهوم بتاع الفيز؟ يعني إحنا في مفهوم للأمبليتيود اللي هو القوة، خدنا الفريكونسي. الفيز هو بيديسكرايب البوزيشن أوف ذا ويف فورم ريلاتيف تو ذا تايم زيرو، ممكن المرة الجاية نتكلم عنه. ماشي يا جماعة؟ في أي أسئلة في المحاضرة؟ إحنا هنكمل بس بقية الكلام بس عن السيجنال والإشارات الأنالوج والإشارات الديجيتال من خلال الشابتر اللي هو شابتر 3، اللي هو موصف الحاجات دي بشكل كويس جدا بالنسبه لنا. يعني كاننا شغالين على الجزء بتاع الفيزيكال لاير بديتيلز اكتر تفيد الطالب بتاع الكوميونيكيشن. في اي اسئله؟ ماشي، شكرا يا جماعه، عشان لو عندكم برضو محاضره تانية تلحقوا ايه تاخدوا. شكرا. بقفل بس المحاضرة مش راضية تقفل. اه